السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم بالشابتر الثالث اللي هو عنوانه Equilibrium of Rigid Bodies، يعني توازن الأجسام الصلبة. في المحاضرة الأولى من الشابتر هذا حنبدأ بمقدمة، بعدين حنشوف قانون Equilibrium of Rigid Body in 2D يعني في السطح، وبعدين حنشوف أنواع يعني الحالات اللي يكون فيها حالة اتزان طبعا في 2D. هنبدأ كمقدمة. الهدف الرئيسي من الشابتر هذا هو دراسة مدى تأثير القوى على الأجسام الصلبة، يعني مدى تأثر الأجسام الصلبة بالقوى الخارجية. هنشوف العلاقة ما بين مختلف القوى اللي موجودة على هذه القوى الموجودة على الجسم الأجسام الصلبة اللي تجعل الجسم هذا يكون في حالة اتزان. يعني حنشوف إيش العلاقة ما بين مختلف القوى اللي تخلي الجسم هذا يكون في حالة اتزان. حنبدأ بشرح قانون الإكليبروم في ريجيد بوديز. أول شيء لازم نعرف شو معنى كلمة إكليبروم. المعنى من كلمة إكليبروم يعني no acceleration، يعني ما فيش تسارع، يعني التسارع يساوي صفر. يعني في حالتين يمكن تكون، يعني الأجسام هذه أو الجزيئات هذه يمكن تكون في حالة سكون، يعني ما فيش تسارع أكيد حتكون في حالة سكون، أو يمكن تكون يعني عندها السرعة ثابتة. يعني علشان يكون الجسم يعني في حالة اتزان، يا إما تكون يعني السرعة تساوي صفر أو السرعة بتكون ثابتة، يعني هذه هي الحالة اللي تكون فيها في حالة اتزان. طيب علشان يكون يعني الجسم في حالة اتزان، في مجموعة من الحالات لازم تكون متوفرة. أول شيء external force، يعني القوة الخارجية لازم تكون تساوي صفر، يعني مجموع سيجما اف اكس يساوي صفر. هذه أول يعني condition، يعني أول شيء لازم يكون متوفر. ثاني شيء لازم العزم بتاع مختلف القوى هذه، العزم تحول أي نقطة، أي نقطة كانت، نفس الشيء يكون يساوي صفر، يعني سيجما ام يساوي صفر. يعني علشان نتكلم على قانون الإكليبروم في الريجيد بودي، لازم السيجما اف تساوي صفر والسيجما ام تساوي صفر. طيب هنبدأ بشرح القانون هذا لما يكون الجسم يعني موجود على السطح. مثلا ناخذ البلان اكس واي، هنشوف ايش الحركات الممكنة لما يكون الجسم على البلان. يمكن يتحرك على المحور اكس في الاتجاهين طبعا، او يتحرك على المحور واي، او حل دوران على المحور يعني زاد، يعني حيكون قوتين ممكنة وعزم واحد. علشان كده لما يكون الجسم يعني في حالة اتزان وهو موجود على السطح، يعني 2D، القوة الخارجية كلها الموجودة على السطح طبعا ويكون المجموع متاعها صفر. بما أنها سيجما اف صفر، يعني حتكون السيجما اف اكس يساوي صفر والسيجما اف واي تساوي صفر. طبعا ما فيش قوة على المحور زاد بأننا نشتغل على 2D. نفس الشيء العزم الوحيد، الدوران الوحيد هو على المحور زاد اللي هو المحور عمودي على البلان هذا. علشان كده حتكون يعني السيجما ام زاد تساوي صفر. يعني لما نتكلم على 2D هيكونوا حالتين. الحالة الأولى أنه في يعني معادلتين بتاع سيجما اف اكس وسيجما اف واي يساوي صفر، وسيجما ام زاد يساوي صفر. يعني المجموع بتاع المعادلات طبعا 3 equations، يعني لازم يكونوا 3 يعني مجاهيل. بما ان احنا عندنا 3 معادلات لازم يكونوا بس 3 مجاهيل. لو عندنا اكثر من 3 مجاهيل يعني يمكن تكون يعني في حالة اتزان. هنشوف الانواع اللي تكون فيها الممكنة اللي تكون فيها يعني الجسم في حالة اتزان في 2D. هنبدأ باول حالة لما يكونوا كولينير. يعني ايش كولينير؟ يعني موجودين على نفس القوة، كلها موجودة على نفس المحور. مثلا هنا عن الـ F1 والـ F2 والـ F3 موجودة 3 قوى على نفس المحور. يعني يمكن نستخلص معادلة واحدة أن مجموع القوى يساوي صفر. يعني المعادلة هذه كافية علشان نشوف الحالة اللي تكون فيها الجسم هذا في حالة اتزان. الحالة الثانية concurrent at a point. يعني إيش concurrent؟ يعني المحاور متاع القوى كلها بتكون تلتقي في نقطة واحدة. شايفين المحاور كلها تلتقي في نفس النقطة، تسمى concurrent. في الحالة هذه هنضيف معادلة ثانية اللي هي سيجما اف واي، يعني سيجما اف اكس تساوي صفر وسيجما اف واي تساوي صفر. الحالة الثالثة اللي هي parallel، يعني بيكون مختلف القوى زي ما انتم شايفين يعني متوازين. بما انهم متوازين وكلهم موجودين على المحور
إكس. في الحالة هذه هيكونوا معادلتين، المعادلة الأولى اللي هي سيجما اف إكس يساوي صفر، والمعادلة الثانية اللي هي سيجما ام زد يساوي صفر. آخر شيء اللي هي جنرالي، يعني بشكل عام، يعني بشكل عام مهما كانت القوى، عندك مجموعة من القوى وعندك عزم، طبعا هنرجع للقانون الأساسي اللي هو سيجما اف إكس يساوي صفر، وسيجما اف واي يساوي صفر، وسيجما ام زد تساوي صفر.